سلام الله عليكم. كيف لخمار أسود كهذا المؤثر في صاحبه؟ وكيف للأبيات الشعرية أن تصبح أول دعاية تسويقية في التاريخ الإسلامي؟ كيف للكلمة أن تؤثر في محيطها؟ هذا ما سنعرفه في فيديو اليوم. نطقها وكتابتها إلا أنها تحمل في طياتها الكثير، فهي تصف القدرة على التغيير بطرق مختلفة ومتنوعة. يمكن أن يكون التأثير إيجابياً أو سلبياً، قد يكون ظاهرياً أو باطنياً، لكنه دائماً ما يمارس تغييراً على الفرد والمجتمع بشكل لا يمكن إنكاره. ومن أبرز وسائل التأثير الكلمة. في هذا الصدد سأحكي لكم قصة أول دعاية تسويقية في التاريخ الإسلامي. يحكى إلى أن تاجراً قدم إلى الكوفة لبيع الخمر النسائية، فباعها كلها إلا السوداء منها. فكر في حيلة لإقناع النساء بشراء الخمار الأسود. ويومها كان هناك شاعر مسكين درامي، ومسكين درامي كنية ربيع بن عامر، وهو شاعر من بني تميم. قد اعتزل الشعر ومجالس الغناء واعتكف في المسجد ليتقرب من ربه. وعندما طلب منه الحجازي أن يساعده رفض أن يتفاعل معه، لكنه رق لحاله عندما سمع أنه يعيل عائلته بهذه التجارة. حينها أنشد الحجازي أبيات شعرية تصور ناسكا اعتكف في المسجد واعتزل الدنيا، ولكن سيدة ترتدي خمارا أسودا أغوته وفتكت بمشاعره فهام بحبها. فأنشد يقول: قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق دين محمد. تأثرت النسوة بهذه الدعاية الشعرية، فأقبلت الواحدة منهن تشتري خمارا أو يزيد، وتشترط على التاجر أن يكون أسود، اعتقادا منهن بقدرتها على إغواء الرجال. كبرت هذه الأبيات الشعرية أول دعاية تسويقية في التاريخ الإسلامي. الكلمة ليست مجرد موجهة صوتية نطلقها أو أحرف نرسمها على ورق، للكلمة تأثير كبير على الفرد والمجتمع. فكم من كلمة أحيت وأيقظت، وكم من كلمة دمرت تدميرا. هذا على الفرد أن يختار كلماته بكل حس ليؤثر بشكل إيجابي على من يحيطون به. وهذا ما كان. دمتم في أمان الله، دمتم سالمين.